حمص المحاصرة سيارات الهلال الأحمر التي تمت داخل حمص المحاصرة بسبب القصف بالهاون. هذه هي إطارات شاحنات الهلال الأحمر التي أدخلوا بها المساعدات إلى حمص المحاصرة. هذه الشاحنة كان بداخلها مواد غذائية، وهذه الشاحنة يوجد بداخلها طناجر، معجون أسنان وصابون. هنا مكان سقوط الهاون في حمص المحاصرة أثناء دخول الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري. هذه هي المواد في داخل هذه الشاحنة الثانية، عبارة عن أدوات منزلية وصابون. هذه إطارات الشاحنات بسبب القصف بالهاون أثناء تواجد سفير الأمم المتحدة لدى سوريا يعقوب الحلو. هذه هي إطارات شاحنات الهلال الأحمر حمص المحاصرة.